من محافظة البحيرة واللي فيها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق أكبر مبادرة لإنهاء قوائم الانتظار في المستشفيات، بالإضافة إلى توريد 57 ألف طن أو 572 ألف طن و588 من القمح لشوان وصوامع محافظة الشرقية. كمان حياة كريمة بمطروح أطلقت مراجعات الثانوية العامة لمبادرة تقدر في 10 أيام، وكمان حصل فحص ل 1797 مواطن في قافلة طبية مجانية في دمياط. خلينا نتابع. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة خدمية لإنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية تحت شعار في حب مصر، وشهد المعهد الطبي القومي بدمنهور فعاليات المبادرة الطبية اللي بتضم أكثر من 300 عملية جراحية في التخصصات المختلفة خاصة المخ والأعصاب والرمد والعظام. مديرية التموين بالشرقية أكدت أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 572,588 طن قمح لمواقع التخزين بنطاق المحافظة، مع تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد وتفعيل دور اللجان المكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وأيضاً التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها. مؤسسة حياة كريمة بمطروح أعلنت انطلاق مراجعات الثانوية العامة بالمحافظة في جميع المواد من خلال مبادرة تقدر في 10 أيام في يوم 29 مايو الجاري بعدد من مراكز مطروح لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي. محافظة دمياط شهدت تدشين القافلة الطبية اللي تم تنظيمها على مدار يومين بقرية كرم ورزوق بمركز فرسكور ضمن خطة شهر مايو الجاري، واللي بتشمل عدد من القرى بمراكز كفر سعد وكفر البطيخ والزرقاء وفرسكور، وتضمنت 11 عيادة تخصصية ب10 تخصصات طبية وثلاث عيادات خدمية، وتردد عليها 1797 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، مع عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي حضرها 163 مواطن. ومن أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر تم إطلاق 54 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 1210 سائح من حول العالم في أجواء من البهجة والفرحة بين السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم بالبر الغربي. وبتحصل شركات البالون الطائر فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، وبيتم عمل فحص شامل مع التأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.